الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مر معنا أن شهر رمضان هو شهر الصبر، والصبر نصف الإيمان. إذن على أي شيء نصبر في رمضان؟ نصبر على ماذا في شهر رمضان، شهر الطاعة والخير؟ نصبر على صلاة التراويح، نصبر على الجوع والعطش، نصبر على الصدقة، نصبر على صلة الأرحام، نصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى في تقليل الكلام وتقليل المنام وتقليل الطعام وصلة الأرحام وكثرة الدعاء. كل هذا يحتاج إلى صبر. وكذلك نصبر على كثرة الذكر وكثرة تلاوة القرآن. كذلك نصبر على سلامة القلب على الخلق. نصبر أنفسنا عن المعاصي والشهوات لنتعود على الطاعات والقربات. ولذلك فإن أجر الصابرين هو بغير حساب ولا نقاش، كما قال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والصائمون أول من يحوز هذه الفضيلة بهذا الجزاء. لذلك إذا اشتد عليك أمر وثقلت عليك الطاعة أيها المؤمن، وسهلت عليك المخالفات، أو وقعت عليك مصيبة وبلية، فعليك بالصبر، فإنها دواء شديد من النوازل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والصبر ضياء. علينا أيها الأحبة أن نستضيء بالصبر في جميع شؤوناتنا وحياتنا، ولا سيما في الصبر على الطاعات والصبر عن المخالفات والمعاصي. وطريق التحلي بالصبر هو التصبر، هو المصابرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يتصبر يصبره الله. ولنعلم أيضا أن النصر صبر ساعة، وأن السقوط يكون بلحظة وغفلة. لذلك علينا وعليك أيها المؤمن أن نتوجه إلى الله الصبور بالمصابرة، ونستمد معاني الصبر من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، فهو سيد الصابرين، فقد كان يربط الحجر والحجرين على بطنه من شدة الجوع، ويتحمل مشاق القيام حتى تتفطر قدماه، فيقال له: أتفعل هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم وما تأخر؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فماذا يجب أن يكون حالنا نحن أيها الأحبة الكرام؟ قد أعطانا الله شهر الصبر والصيام والقيام، والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. الصبر فيه أجور عظيمة، لأن العبد هنا مأمور من جهة الله بالطاعة، ومن جهة أخرى بمخالفة النفس والهوى. ولذلك قال الله تعالى: أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا، ويدرؤون بالحسنة السيئة، أي يدفعون المعصية بالطاعة. الخلاصة: إن الصيام مدرسة للصبر، مدرسة للصبر في كل شيء. وثمرة الصبر في شهر رمضان أن من دخل هذه المدرسة وعمل بموادها وما يجب عليه فيها، كان من المرضيين والمعتوقين من النار، ومن فرط فيها وتهاون كان من النادمين يوم تسليم جوائز الصائمين والقانتين. اللهم لا تجعلنا من المحرومين، واجعلنا من المسارعين في الخيرات إليك يا رب العالمين، حتى تقول لنا يوم القيامة: سلام عليكم بما صبرتم، فنعم عقبى الدار. اللهم آمين. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.